مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم عنا عمر كمان مرة، وعنا الشيبس بالعدس والريجلر بوتيتو تشيبس هذول مع تشيدر، بس لا الريجلر بوتيتو تشيبس هذا كمان عدس، هذا باربيكيو، باربيكيو تشيبس العدس، وهذا سويت وهذا تشيلي. سويت تشيلي. والله اول مره يعني في يكون تشيبس ولا شيء بالعدس، والله اظني هذا هندي اكل. يلا نفتح. نحاول اول نبدا مع هذا الريجلر بوتيتو تشيبس، بس البرينجل الجبنه. يلا اوكي، اول نبدا مع هاي. جاكيت جاكيت كثير، لأنه هذا يعني في حموضة وجبنة وكثير جاكي. لو نشوف العدس، العدس هذا ال هذا سويت تشيلي. سويت تشيلي صح، ده أول مرة. هدول سيركل، مو زي هدول. شوف هذا كيف تقول، زي ال زي ما بعرف، بس هدول كمان مش كمان مرات تكون مخربات. واو، في كتير حلاوة و سبايسي كمان، بس والله كتير زاكي. في يعني حلاوة لأنه سويت تشيلي، وتشيلي والله حار شوية. باربيكيو آخر واحد. واو هذا والله حلو، كان يعني كتير ناعم. هي أذكر هذا صح، أنا بقول هذا لأنه عنده هاي يعني حموضة حلو كمان وحلاوة، بس هذا حلو، هذا حلو بس كمان هو يعني soft، وكمان يعني ما عنديش كتير flavor، بس والله كتير زاكي. اثنين. إذا بدكم تشري، إحنا شريتنا هذا بوالمارت. إذا بدكم ياها في بالوالمارت، وإذا حبيتوا هذا الفيديو عملوا لايك وسبسكرايب، وتشوفكم بحلقات تانية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.